وانا لا احب كلمه الجنسيات يعني الارض كلها لله. يعني ما انا ارى ان ماذا تحب ان يكتب في الهويه مثلا؟ لا 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 مسلم مسلم فقط. الله اكبر، وهذه اكبر هويه. بني ادم بني ادم صح. لماذا الارض لماذا الارض نحن الذين قسمنا وحاربنا وحارب البشر وبعضهم بعض على قضيه عرش وذبيان على قطعه ارض او على فرس. للاسف نفس القضيه، الارض الارض الارض, الأرض كلها لله، الارض ليست ملكا لاحد، يورثها من يشاء. سبحان الله تعالى جل شأنه لما بنى احد الملوك قصرا جميلا وقال من يخرج لي عيبا في هذا القصر اعطيه كذا وكذا واوليه كبير وزرائي. فدخل الناس قالوا لا يعني لا عيب في هذا. دخل رجل كبير يتوقع على عصا، قال قصرك يا ايها الملك يصلح ان يكون جنه الا ان فيه عيبان كبيران. ما هما عيبان كبيرين؟ عيبان كبيرين في عيبين كبيرين في القصر. عجيب. تفحص الملك في وجه الرجل الكبير السن، قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. ها يعني القصر ده يوم الايام ايه هيبقى اثرا بعد سيموت. صحيح. اثرا بعد وصاحب القصر سيموت. طيب انت ايه المشكله؟ عيبان عيبان كبيران عيبان كبيران عيبان كبيران عيب كبير خطا. نعم. القصر يخرب بعد حين وكأن الدار ما بهم من جليس وكأن القوم ما بهم من محسن. خلصت المسألة.